يشهد مطار صنعاء الدولي حركة اعتيادية من خلال استقبال الرحلات الجوية ومغادراتها وتنقل القادمين إلى أرض الوطن والمغادرين، وتسير عملية التنقل وفق الإجراءات المعتادة بعكس ما تبثه بعض القنوات المغرضة وعلى رأسها قناة الفتنة سهيل. وهذا كله بفضل جهود كل الشرفاء العاملين في مطار صنعاء الدولي من جميع الجهات، سواء المدنية أو العسكرية ومن مختلف التخصصات، الذين يعملوا ليلا نهارا لخدمة المسافرين من والواصلين أيضا من وإلى مطار صنعاء الدولي. ونؤكد أن الأمور تسير بشكل طبيعي والحمد لله، ونطمئن الجميع بأننا هنا لن نألو جهدا في تقديم الخدمات اللائقة والمشرفة بوطننا الحبيب لجميع المسافرين كما ذكرنا، وهذا هدف جميع العاملين في مطار صنعاء الدولي. كل أعمالنا في جمرك مطار صنعاء الدولي للركاب تسير على ما يرام، ويتضح ذلك جليا من خلال ما رأيتموه، من خلال التواجد الكامل لجميع الموظفين سواء كانوا الإداريين أو المناوبين على مدار الساعة، ولا صحة لما يروج له من بعض وسائل الإعلام بأن مطار صنعاء الدولي مغلق وأنه لا توجد معاملات وأن هناك مشاكل في المطار، وهذا الكلام غير صحيح. مطار صنعاء طبيعي وكل ما فيه على ما يرام. كم تاريخ اليوم؟ اليوم 2 أغسطس. اليوم احنا 2 أغسطس، ثاني يوم رمضان. من وصل؟ من القاهرة. كيف تشوف حركة مطار صنعاء الدولي؟ طبيعي جدا ولا في اي حاجه. كيف تشوف حركه مطار صنعاء الدولي؟ والله عكس ما سمعنا بوسائل الاعلام 100%، يعني سمعنا بوسائل الاعلام بقناه الدقل سهيل بتقول ان مطار صنعاء مقفل، لكن الحمد لله رب العالمين وصلنا مطار صنعاء شغال على اكمل وجه وعلى اتم حال، حركه الطيران مستمره، لا يوجد اي مشاكل في المطار، وذلك فلا داعي للكذب والتزوير، كفايه ما قد كذبوا من قبل، يعني كفايه التضليل الاعلامي، لانه مهما كان حبل الكذب قصير. مطار صنعاء الدولي مفتوح من على اوسع ابوابه ولا مقفل، والحركه مستمره واوسع من كل شهر مضى. الحركه طبيعيه والحمد لله كله تمام والاجراءات تمام والحمد لله كله اوكي. كل شيء على ما يرام، حركه السير متواصله، ما فيش فيها اي انقطاعات ولا فيها اي تاثيرات، وبالنسبه للوصول كما هي الرحلات